مشتركات وتحياتي لكلهم تابعين ومشتركين القناة. احلى ناس في الدنيا، النهاردة بنصور فيديو من اجمل فيديوهات في القاهرة. جيت النهاردة يمكن ورايا في ناس كتير عارفة من القاهرة، الناس اللي من دمياط صاحبها ملقب بحكم دار الغياب، حتة منطقة اثرية، صاحبها راجل محترم هيسمعنا كلمتين حلوين ونتفرج على حمامتين حلوين. واحلى 100 مليون مسا عليكم، واللي يحتاج حاجة يسيب تحت في التعليقات وان شاء الله ارد عليه. النهارده رجاله ملقب بحكم دار الغيه هنا في شارع المعز، منطقه اثريه، وهو راجل غاوي من زمن حلو وهيسمعنا كلمتين حلوين النهارده. ومعايا ابو عمرو. حبيبي ابو يحيى، احلى مساء على عيونك وعلى متابعينك. حبيبي ابو عمرو من دمياط النهارده جاي معايا النهارده العم حسن. الله يكرمك يا عم حسن. الله يخليك يا عم حسن. عاوزك تقول لهم عم حسن كلمتين بس على المكان اللي انت منه، بالنسبه ان هو مكان اثري للجامع اللي وراك دوت عموما والجامع اللي هناك ده. انا هنا في حضاره المعز، الشارع ده مصنف على العالم. تمام. شارع المعز ده مصنف على العالم. اسرائيل طبعا. فاطميه. معز. الشارع اسمه شارع المعز الدين لله الفاطمي. شارع المعز الفاطمي. طب بالنسبه ان انت الوحيد اللي عامل غيه هنا؟ انا بقالي كام؟ اكتر من 27 سنه عندي غيه هنا. 27 سنه؟ بقالي. لما كنت عاملها بوس كمان بقى. لا ما هي طول عمرها سياحه واثريه وكل حاجه، زمان الاثار ده من قبل ما الجدود ده تتولد. لا بس كانش لسه الشارع اتجمل، هو دلوقتي بقى كويس. سيدنا الحسين، جامع سيدنا الحسين اللي هناك ده، جامع السلطان علوون والسلطان كده يعني. الجوامع اللي لا قدامك اهي. وش اقرب جيات ليك هنا؟ هنا جنب مني جيات كتير. على بعد مثلا المناطق دي اسمها ايه؟ او الدراسه. ايه الدراسه؟ شارع الازهر. شارع الازهر حته اسمها العطوف. كل ده جماليه برضه. كل ده جماليه بس مسميات بقى في الدراسة. طب انت لو بتطلع تخرج معاهم هنا وتاخد معاهم؟ لا معاهم كلنا بناخد مع بعض. والله الصلاه على النبي. بس للاسف مفيش نش. مفيش نش. لا لا. طب النش ضعيف عشان الناس خايفه على الحمام. عشان الناس خايفه على الحمام. الناس مش خايفه على الحمام، الناس خايفه من الفضيحه. ايه الفضيحه؟ ان انا يتمسكت فرد حمام وانت تمسكه وتنزل تقول انا مسكت لفلان. طبعا دي بقت قضيه شرف عندنا. والله انما مفيش واحد يطلع يقول لك مثلا انا اخد هنا واخد هنا واخد هنا. ده المفروض. ولو اتضرب مني فرده ابقى نازل مبسوط. ان انا لو حمامي ما بيمشيش في سكه انا عايز امشي، انا اروح اجيب من غيه، من حد من حبايبي من المنطقه دي. حمام يجرني. يجرني خمس حمامات ست حمامات وفتح حمام اول خليفه يجرني عليه، لازم اخد معاهم. طب انت بتقايد الحمام الاسترالي في الحرب ولا الوزاره؟ صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. في الحرب بتاعت البني ادمين الضابط بيحارب والعسكري بيحارب. تمام. ده بيحارب وده بيحارب. كلام مظبوط. فالاسترالي بيطير والغزار بيطير، والحمام حسب ما تعوده. على حسب ما تنش. الاسترالي والغزار طبعا متعه. انك بتربى حمام بيفهم. الغزار ما فيش في الواطي. مفيش حاجه عنده اسمها واطي ابدا. حمام بيفهم، تحس ان الحمام بيتكلم. ايوه حمام متهندل. مش بيتكلم، طالما الغزار اتجرى صح خلاص انساه. طب بتحب نش الجوبي اكتر ولا نش الضبط؟ لا الغيه طبعا. الغيه. اللي مكتوب له يعيش يوم مش هيعيش يومين ابدا. رئيس. هي الغيه هي الغيه. بس احنا بنعمل ايه؟ برابط تحت الغيه ما عندكش مكان في الغيه ولا حاجه، عايز تسيب شويه زغاليل. ومش فاضي مثلا ان انت تسيب حمام بالنار قدام الحمام وانت بترمي بتاع. هم بيبقوا متارين. تبقى عامل بيسابوا مثلا بالنار وبيحطوا فوق تلفه وتحت الغيه. انا شايفك ما انتش عامل الا بتاع ثلاث مقالب على ال... لا عندي. عندي بس ما بحبش الابواب الكتير. عشان الحمام ما يقفش عليهم. والله ده ما شاء الله كبيره يعني، ممكن تاخد لها 60 عيب. اللهم صل على النبي. كام الغيه دي في كام؟ الغيه دي 9 في 7. 9 في 7. اللهم صل على النبي. طب يا جماعه احنا نطلع نتفرج فوق على الغيه من عند عم حسن النهارده وهنسمع كلمتين حلوين فوق في الغيه وفوق في الجنوب. دلوقتي يا عم حسن، انت عامل الصور دي او عامل الكلام ده انت اللي عامله؟ والله كنت حاططه. وكان عم عمر الله يرحمه كان بيحب الصور دي برضه. كان بيحب الصور دي؟ كان بيحب مين في الصور ده قوي؟ كان بيحب انور وجدي. انور وجدي؟ انور وجدي عبد الفتاح هنا. ده انا قلت اسماعيل ياسين اول ما شفته. اسماعيل ياسين اهو. اسماعيل ياسين ورا هنا. عامل انت شويه صور. ده الاستوديو بتاعنا برضه. ده الاستوديو هنا. اللهم صل على النبي. في هنا
عبد الحليم وشادية احمد رمزي احمد مظهر اسند نفسك بنفسك احمد مظهر والله حيطة مايلة كاتب شوية كلام العشرة على العشرة هنا اللهم صل على النبي بلغية جماعتنا ايه؟ بلغية جماعتنا بلغية جماعتنا انتوا في حضرة الحكيم دار حسن فانيا هنا انتوا في قلعة المعز هنا احنا في قلعة المعز النطرة بوظت الدنيا حمام اتربى وانتوا لا حمام اتربى وانتوا لا انا في النش بقولكش طب انت ابو عمرو ايه اللي عاجبك كده في الحوار ما انتش معانا ليه بسم الله ما شاء الله مبسوط احلى مساء عليك يا عم يحيى وعم حسن وعم ابو عمرو مفيش بلدي في الفرن ما ربيش بلدي بلدي من النش بنعمل وش وش في النش بنعمل ما ربيش بلدي في الفرن ماشي بس الكلام والصور بامانه ان هم يعني يشدكم طلعنا فوق الغي اللهم صل على النبي يا عم حسن معايا النهارده عامل حاجه اللهم صل على النبي بجد تشرف وحاجه لو طلعت هنا ان انت تحب ما تنزلش منها لا يا عم احنا اقل الناس يا عم الله يخليك يا عم حسن انت دلوقتي بتحب الريش التقيل اه طبعا مش عايزه برضه بس خلي بالك اغلبيه الحمام الكتير في الغية بيعبطوا زي ما بيبقاش عندك وقت تجروا الدول بس يعني مناظر زي الناس ما عامله خلاص لازم انت تطلعهم فرق لازم عشان يتجردوا طب لو انت نشيشهم كلهم نش مظبوط هيبقوا كلهم جردوا بس عمرك ما هتطلع غيه لو فيها 100 حمامه مش هتلاقيهم كلهم سن واحد ولا جرد واحد كبير وصغير لازم كبير وصغير يعني ممكن العمار تفرق سنه وسنتين ما بيطلع حبيت الحمامه الوزار اكتر من الحمامه الاسترالي عشان ذكائها ولا عشان جمالها عشان جمالها وذكائها عشان جمالها الوزار سايبانه على العرق سايبانه على الطار بمعنى اصح يعني عندك مثلا مسود مسود كويسه بص حتى مسود انا بقالي كتير ما بسيبش الحمام ده اصلا بسيب بتاع المصاطب بس بص هو بيحط فرد الحمام عامل ازاي حاجه محترمه بص هو بيحط شكله عامل ازاي هو بيحط على الضهر عندك مثلا سكروته سكروته رايق اللهم صل على النبي بص عينه منوره السكروته فتقه العين رسمي اللهم صل على النبي من ده بقى له كتير ما سابش بقى له بتاع شهرين ما سابش بقى له شهرين مطار بس هو برضه الحمام بس الحمام طاير اللهم صل على النبي ممكن قبل اسود مثلا ده يعني الحمام نشه زغاليل ولا جايبه كوره غريبه الحمام بقى له كتير ما سابش بقى له كتير ما سابش اللهم صل طب فرجهم على الحمامه وجمالها رجاله الدمياط على دماغنا يا عم حبايبنا كلكم يا عم حسن النهارده عامل لنا فرجه محترمه بجد حمامتين يشرفهم وحمام يعني ناش وحمام كويس والعيش برضه حاجه تشرف اللهم صل على النبي شايفين المنظر صبح الناس ابو عمرو احلى صباح لك ابو عمرو ابو عمرو جاي معايا من دمياط على قده في الغيه منورنا حلص بقى عندنا حلص بقى في شكلها بدبابيس دبابيس وقرح ده حلس ده بيطلع حلس قشر بندق حلس قشر بندق بتبقى راميه ايه على ايه هو قشر بندق بيت على بعض زي كده بص اللهم صل على النبي مش بعيد عشان عكس الشمس هو الحلس يتحط على المسود بيجيب مساويد تبقى كلحه كده شويه بس بتبقى جامده كويسه لان المسود دي اول حلس فاهم قصدي انما بقى كل ده تركيبات وكلام ملوش لازمه طب انت نفسك تنصح اي الناس اللي بتنش حمام اليومين دول انا نفسي انصح الناس اللي تحب بعض في غيط الحمام الناس لو حابب بعض في غيط الحمام هيبقى في نش بطلوا حد على بعض انا دلوقتي برمي اول اطلع انت حمامك مش جاهز اتفرج عليا يا عم تعالى نش معايا وهو بيتفرج عليا شوف انا بعمل ايه عايز ممكن تستفيد مني وانا استفيد منك انت فاهم قصدي ما تطلعش تبوظ مسالي لا هو بيطلع بقى ايه حسن بيرمي مثلا او يحيى بيرمي اولها لا وازاي يرمي اولها وانا موجود يعني ما كانش الواحد ياخد بقى مزاجه من حاجته بنقص منها بص الثياب بص الحمام ده ثيابه الثياب دي من النوادر تطلع بقى تتفرج على عند حد ثياب قديم انا عارف قصير
عندك حمام حلو من قبل ما اجي هنا. الله يكرمك يا احمد. ومن قبل ما يعني يا عم ده رب ده خير ربنا اتفرج لك حتى على فيديو او كده. اللهم صل على النبي. ده سال ايه؟ ده عفش جنايه. وعم ده ربنا اللي خالق. وحد بيقدر يجيب حاجه ولا يعمل حاجه؟ ربنا اللي بيخلق. ايوه بس في ناس ابو رزمه بتحافظها على الابواب وتلبى اختر اي حاجه على اي حاجه. اللهم صل على النبي. حمام بترطيب يعني كرغر. انا بفرغ الحمام اللي هو مثلا ايه؟ مش متداول قوي يعني. اللهم صل على النبي. لا كفايه ان انت نشته كمان. والله الحمد لله طايرين الحمام كله مفيش. عم انور غالي الله يرحمه. عم انور كان غاوي مع حسن هنا في الغيه. الله يرحمه. الله يرحمه. كان بالظبط يعني اخذ الصوره اللي انا بوريتها لكم دي في المكان ديت ورا المدنه هنا. كان غاوي معاك عم حسن هنا عشره زمن مش سنه ولا سنتين ولا 10 ولا 15 عشره زمن. كان راجل من الغوال تحب ان انت تقعد معاها وتسمع منها هو كان بيحب النش قوي. وكان بس هو كان مسيخ حمام. كان مزاجه يعني انت لو رامي اولها ولا حاجه يطلع رعب واخد معاك وياخدك وينزل عايز يمسك لك حمام. مزاج عنده. كان حريف في النقطه دي. كان مزاجه هو ويدق العبوب دي. في عبوب من هنا هو مركبها. شبك مضارب من دي هو مركبها. هو اللي مركبها بايه؟ مزاج. كان مزاج عنده قاعد يركبها. انت عارف ان انا لما شفت قلت ان هو والدك. هو زي والدي والله. الله يرحمه. الله يرحمه. انا قلت يعني عشره عمرنا يعني وبقاله سنين معانا. كفايه نفسه في الغاية كان يبقى قاعد كده هو مش هيعمل حاجه. هو كانت روحه متعلقه بالحمام قوي. هو بيطلع وانا ماليش دعوه بيه ولا اطلع الاقيه ولا اطلع الاقيني. اي وقت بيطلع مكانه. مكانه اي وقت. اللهم صل على النبي. سايب حمام واطلع الاقيه ماسك حمام. وسايب حمام جديد ويقعد بقى مثلا لو انت ايه بترمي اوله ولا حاجه ولا انت سبت له فرد يقعد يبات الليل يحلم بيك. والله عشان التاني يوم يشوف هو هيعمل معاك ايه. هي كده. بس انت حضرت الغيه الحلوه. طبعا بالامانه. طب امال ايه؟ حضرت الناس الحلوه الله يرحمها. كانت من كام سنه؟ بالظبط انت بتاع 30 سنة 25 سنة. كان الفرد بكام؟ يعني كان يعني كنت ممكن مثلا انزل اشتري فرد حمام دي شهر من السوق اللي هو حمام الشبابات دي. هتجيب ابلق مثلا ب 15 جنيه. ابلق ب 15 جنيه؟ ازرق قطيفه ب 15 جنيه. اقول لك على حاجه يا عم حسن والناس بتسمعها مني الوقت مع احترامي لكم للناس كلها. الفرد مهما كان غالي محبوس ملوش لازمه. ما يسيب. ملوش طعم. ما يسيب. مش قد ما هو يكون مثلا مستواه حتى لو نص نص بس تكون بت ايه؟ مظبوط. بتطيره وبتتفرج عليه وهو بيطير. حلاوه فرد الحمام. كان المنظر بتاع العيون والحمام. بص الخناقه دي. اسمه شلاطه. اسمه شلاطه؟ والله. بس هو اغلى عليك وانت يعني بتزاوله من زمان. حبيبي. والله. بس اما عاوز احطط الحمام اجيبه اسيبه. تمام. على الضهر يطلع يقف ويقف على ايديا كده. ولما عاوز اقف في وش الحمامه اشاور لهم يطلع يطير معاهم. يطلع يطير معاهم. اوري لك دلوقتي. بص هو بيعمل معايا ايه. هو عايز الشكل معاك. اطلع على الباب. بص. الله صل على. بص بقى هو كده على الضهر اهو. ان هو مش فردك اقتع يعني ولا حاجه. لا بيطير. بيطير وبيطلع. بيطير. النهارده يا جماعه كنا من غيه عم حسن حكم دار الغيه في قلعه المعز شارع المعز. منورين والله. الله يخليك يا عم حسن. راجل قديم في الغيه. الله يكرمك. ولسه الناس الحلوه اللي في الغيه فعلا موجوده وبنسمع منها كلام حلو. طيب. يعني بالنسبه للناشئين الصغيرين والناشئين الصغيرين لما يطلعوا يلاقوا حد كويس في الغيه بيتعلموا منه فعلا كلام حلو. الناشئين الصغيرين دول انا عايز اقول لهم كلمه. اتفضل. ما تخليش حد يلعب في دماغك في غيه الحمام. ما تكرهوش حد. ما تخليش حد يكرهك. بلاش العدوان. يعني انتوا حبوا بعض في غيه الحمام. تمام. ده بينش سيبه ينش. ده بيربي سيبه يربي. وهيدي شهرين ثلاثه هتتجمعوا كلكم مع بعض في السماء.
بلاش حقد وبلاش كراهيه. بلاش حقد وبلاش كراهيه. واللي حمامه حلو حاول الناس تخليه احسن واحسن وتتفرج عليه. لسانك لازم يبقى احلى من حمامك. لسانك الحلو. لو صمت صانك ولو هنتو هانك. مظبوط. النهارده مصبح عليكم من قلعه المعز من عند حكم دار الغي عم حسن. نورتنا والله عم حسن، نورت الحلقه الجميله ديت. ودي اول حلقات ليا في القاهره هنا، وليا الشرف ان انا جيت عملت الحلقه النهارده مع عم حسن. صبح الناس عم حسن والله، وكل سنه وانتم طيبين جميعا، ورمضان كريم علينا وعلى امه محمد جميعا ان شاء الله. وصباحكم زي العسل واحلى 100 مليون.